خلينا نقف كشمال. عند 2022 عشان يعني ناخد الخطوه العاديه، بس اجي لك يا كابتن احمد. انت الله اكبر شاركت في كل الايفنتات اللي فاتت دي كلها، الحمد لله. شايف الدنيا ايه؟ انت برضو انا باخد رايك كلاعب، يعني انت طبعا كابتن الفريق وليك جزء اداري كمان مع الـ مع, الـ مع اكيد مع المدير الفني، ولكن انا بكلمك من رؤيه لاعب. شايف ان احنا الدنيا ماشيه للاحسن؟ شايف ان احنا نقدر نروح لنقطه ابعد بالشغل ده؟ وزي ما حضرتك بتقول، يعني لو حطينا اللاين زي ما حضرتك بتقول من طوكيو 21، لا في بروجريس بيحصل، بالذات بيبان في اللعيبه الجديده اللي بتخش المنتخب. يعني في 2021 احنا كان معانا ناشئه، كانت معايا انا مع حضرتك، هي أيوة. جنى هشام، كانت يعني اصغر لعيبه في البطوله وواخده اول افريقيا ما شاء الله. فانا فاكر دلوقتي في الولاد في عندنا محمود منتصر وكريم عزت، كان من اصغر اللاعبين في البطوله كم شباب سنه؟ 19 و20. الله اكبر، يعني في جيل جديد اهو. بالظبط، ممتاز. معايا انا وادهم موجودين واخدين بطوله افريقيا، فلما يتحط له في السي في ان هو بطل افريقيا في الوقت 19 ده 19 سنه، ففي بروجريس بيحصل على اللعيبه الناشئين اللي طالعه. الحاجه الثانيه لما نوصل للرانك بتاعنا، ان احنا الحمد لله الميكس دبل بتاعنا محافظين عليه ان هو ال50 على العالم، فدي حاجه كويسه. الفرد البنات ضحى الاول على افريقيا، احنا محافظين عليه. طب ضحى على الرانك العالمي اخبارها ايه مثلا؟ ال105 او 103. طب يعني بيزيد هو ده اللي انا عايزه، ان احنا بناخد الخطوه اللي جايه ان هي تكسر ال100 وتخش جوه التوب 100. توب 100. نور ماشيه بخطى ما شاء الله عليها. نور يسري، نور يسري ناشئه يعني جميله. انا اتوقع ان نور يسري ما شاء الله، لا يعني هتوصل ابعد من كده. نور 2003 19 اكبر 20 سنه بالظبط، بتتكلم في اعمار سنيه صغيره. ما ده اللي احنا بنتكلم عليه، البروجرس اللي حضرتك بتقول عليه من بعد 21. عندنا منتخب موجود الخبره مع الشباب مع الناشئين، سواء انا الموكل بيتقال عليا بقى الخبره يعني بالظبط، معايا ادهم نزلت محتفظ على في التوب فورم بتاعته دلوقتي ما شاء الله، عندنا مع الناشئين بتوعنا سواء محمود او كريم اللي هو احنا بنعدهم، اللي هو خلاص ما فيش ناشئين بقى، انت بتكبر. انت دلوقتي انت بطل افريقيا خلاص، ما يعني ما فيش بقى ان احنا لسه واخد بقى خبره عشان محتاج 4 5 بطولات عشان اخد لا خلاص، انت دلوقتي انت راجل بطل افريقيا. نعم. اتاهلنا من البطوله اللي فاتت، ربنا كرمنا بعد ما خدنا اول بصعوبه بالغه عن البطوله اللي فاتت، الموضوع مختلف تماما، كانت اصعب أصعب. وحافظنا على اصعب بمراحل يعني كتير 15 دوله موجودة. دي الميداليه الذهب دي، يعني مش عايز اقول لحضرتك ان دي صعبه جدا يا جماعه، انا بس عايز دي ذهب بطوله افريقيا اللي كانت، انا معلش هفضل ماسكها شويه كده لغايه ما تظبطوها، دي اللي خدناها في جنوب افريقيا مظبوط بالظبط. دي بس ميداليه شياكه قوي بصراحه، وده هنا انا كنت احب الميداليات قوي، انا يعني حتى وانا صغير كنت اخد الميداليات، كنت اقعد ابص في الميداليه كده بحس انها هي دي اللي بتدي الفخامه. النتيجه هي دي النتيجه بتدي فخامه للبطوله. يعني بصوا يا جماعه، دي الذهب منتخب الريشه الطائره بطوله افريقيا اللي فاتت اتعملت في جنوب افريقيا، دي الميداليه بتاعتها. ايوه شكرا، نجيبها كده شويه. ايوه ونشوف الناحيه الثانيه عليها قاره افريقيا، حاجه شياكه يعني مجهود يعني كابتن احمد. يعني الميداليه شياك. عايز اقول لحضرتك ان دي بالنسبه لي انا كشخص، يمكن من اعظم البطولات اللي انا جبتها.